قالوا واحد كان مستدين من شخص وراهن بيته وراهن المزرعة، فأعطاه مبلغ من المال اختصارا للقصة. كم الوقت باقي؟ اختصارا للقصة، قال خضع منه وأعطاه رهن، قال له هذا حتى أرجع ليك، أنا في 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 يعني في عسر وأريد مال ضروري. فهذا الرجل الغني ما رضى يعطيه إلا لما يسلمه الملكية، فأعطاه الملكية وقال له يعني الملكية هذه حتى أنا بخليها باسمك، يعني ممكن أحولها باسمك حتى تعطيني المال وأفرج عن نفسي هذه الكربة. وفعلا حول الملكية باسم الغني، فقال له هذه الملكية باسمك الآن، أنت مطمئن؟ قال أيوة. قال أعطيني المال، أعطى المال، مال مبلغ كبير. بعد فترة من الزمن، طبعا الراجل ساكن في البيت والمزرعة وكل حاجة، وخضى وتيسرت أموره وعمل تجارة وجاب أموال، فراح يرجع الدين إلى الغني، قال له هذا الدين اللي أنا خضيته والمبلغ، أعطيني الملكية ونصير عشان نرجع الملكية باسمي. قال له لا أبوي، خلاص خلاص انتهى كل شيء. كيف؟ قال أنا أعطيتك فلوس وخضيت البيت والبيت والمزرعة أصبحوا لي، يعني ما لك شيء أنت. كيف؟ ما هذا الاتفاق؟ قال لا خلاص ما لك شيء، تبى تصير تشتكي تشتكي. والراجل ما عنده لا بيت ولا مزرعة، هو ما عنده، هذه حيلته هو وولاده، وش يسوي؟ يطرش عليه ناس، يطرش، مرض الإنسان، جاته جلطة من شدة الصدمة، وودوه في المستشفى وكذا. المهم ذاك الرجل الغني متمسك برايه، يبي ياخذ المزرعة والبيت، متطمع. ها؟ الرجل هذا مات، مات أصابته جلطة، ومن قبل لا يموت كتب ورقة، قال لي أولاده قبل لا تدفنوني هذه الورقة سلموها لهذا الغني، قبل لا تدفنوني هذه الورقة سلموها لهذا الغني الذي اغتصب بيتي ومزرعتي. قالوا له زين، كتب. مات الرجل وشلوه، قبل لا يدفنوه ساروا عند الرجال عطوا الورقة، كاتب له يا من اغتصبت بيتي وعرضي، إن كنت شاطرا قويا ذكيا لا تلحقني يوم القيامة، لأني سأخذ حقي منك يوم القيامة. والسلام. إذا كنت شاطر وذكي وعندك قوة لا تصير يوم القيامة. حد يقدر ما يصير يوم القيامة؟ ما حد. قال له إذا أنت ذكي وشاطر لا تلحقني، لا تموت، يلس في الدنيا وعمر، لكن لا تي يوم القيامة، لأن في يوم القيامة بحاسبك وبطلب حقي، الله تعالى بيعطيني حقي منك يوم القيامة، ويوم القيامة ما تستطيع أن ترد، ويوم القيامة الحساب. خلاص يوم القيامة ما تقول يا رب أعطيني مهلة شوية بصير أرجع حقي، لا ما في، خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، ذاك اليوم ما تستطيع ترجع الحقوق، ما تستطيع، ما دامك في عندك مهلة وزمان وصحة الآن حاسب نفسك وصفي ملفاتك في الحياة قبل أن يدركك الموت، وتقول يا ويلتي يا حسرتي ما في ويا ندامتي ما في، تقول يا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ما في، خلاص انتهى، لا في توبة ولا في رجعة. استعد الآن وانتبه. فالرجل هذا لما قرأ الرسالة جلس يتفكر، أخذته العبرة، فعلى طول ذهب مع الناس اللي سارين الجنازة، وقبل لا يدفنوه قال للناس يا جماعة أنا اغتصبت حق هذا وخضيت بيته وخضيت مزرعته، والآن أشهدكم أني قد رجعت المزرعة ورجعت البيت وعفيت عن الأموال والديون اللي خضها، وهذه المزرعة والبيت حل أولاده. ها؟ ليش؟ الله تعالى راد له النجاة، العبرة، العبرة. شوف، لأن ما قدر يلحق يوم القيامة يأخذ حقه في يوم القيامة، ما تقدر، ما تستطيع، لأنه واحد قال، واحد دعا على واحد وماكل حقه. وهذه القصة ذكر الشيخ ذكرها قبل أيام بعض المشايخ، قال واحد عامل بنغالي كان يشتغل عنده
فكل ماله حقه، فيقول له يا رباب اعطيني راتبي اعطيني راتبي اعطيني راتبي. قال له سيما ما عندي انا شيء، بعدين بعدين بعدين. فقال له انا محتاج، اعطيني الراتب شهر شهرين ثلاثه ما. قال له بدعي عليك. قال له تندلها الكعبه؟ قال له ايوه. قال له زين بس الكعبه هناك ادعي علي. استهزئ. هذا ما عرف العظيم الذي سيدعوه ذاك الضعيف، لأنه سيدعو من؟ سيدعو العظيم. مسكين مسكين الأرباب، صار البنغالي العمرة وهناك في الكعبة دعا على الأرباب اللي خضى ماله في الكعبة، لأنه قال لهم بصير كعبة ادعي علي، ما سده هنا يدعي في الكعبة، داعى عليه هو هناك بعده ما واصل البنغالي ما واصل، هذا أصابته جلطة وفي المستشفى. قبل لا يصل البنغالي هنا مات الأرباب. يوم رجع البنغالي صار يسأل عشان يخبره، يقول له أنا دعيت عليك تراني في الكعبة أعطيني. قالوا له ما حد أرباب روح. المظلوم اتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. انتبه لا تظلم، وانتبه ان هناك عظيم عظيم، لان ما قدرنا العظيم ولا عرفنا العظيم وتساهلنا في الامور والاوامر والنواهي. شوف بعض الناس كيف يستهين بالعظيم العظيم. شوف الله تعالى رزقك ويعطيك، شوف الهوى، هذا الهوى اللي تتنفسه كم ستدفع عليه لو منعت منه؟ كم ستدفع؟ ملايين ستدفع عشان تتنفس الهواء. كم من الناس اللي ما يتنفسوا بالاكسجين ويدفعوا فلوس وجالسين في المستشفيات، انت تتنفس براحة وطمأنينة. بلاش، لا تدفع فاتورة ولا ضريبة ولا شيء. شوف النعمة، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقليل من عبادي الشكور، كونوا من الشاكرين. نسأل الله تعالى نحن وإياكم أن يجعلنا من الشاكرين.